بكم مشاهدينا في برنامج إكويتي سبوت لايت، حيث يعرف أو معظم الناس يعرف الكثير من المعلومات عن الأسهم المحلية ويفضل التداول في أسواق الأسهم المحلية، ولكن هذه الأسهم ليست الوحيدة التي تعد الخيار الرئيسي في التداول، فهناك السوق العالمية والمتعارف عليها بسوق الفوركس. الحديث أكثر عن الفوركس ومزايا الفوركس واستراتيجيات التداول والعالم الفوركس بشكل عام ينضم إلينا محمد السلمان المحلل الاقتصادي. أهلا ومرحبا بك. بداية لو تحدثنا عن الفوركس بشكل سريع ومبسط. أهلا أستاذ لينا، أهلا، شكرا على هاي الاستضافة وشكرا لإيكوتي اللي أنا بعتبرها بيتي. باختصار الفوركس احنا بنحكي عن اكبر سوق عالم بمجال التداول. احنا بنحكي عن سوق تقريبا بين 6 ل 7 تريليون دولار يوميا بيتم التداول فيه، لان احنا بنحكي عن سيوله هائله. للتوضيح اكثر، هو عمليه تبادل، يعني ممكن نبيع اليورو مقابل الدولار، ممكن نبيع الاسترليني مقابل اليورو وهكذا. هذا بسموه الفوركس، اي انه انت بتبيع عمله وبتشتري بالمقابل عمله اخرى. مثال يعني توضيحي حتى هيك بس الناس تفهم أكثر علينا. أنت لو عندك سيارة أو عندك قطعة أرض واشتريت قطعة الأرض هذه بمئة دولار أو مئة ألف دولار، فأنت حتبيعها لو أعطتك أفضل سعر ممكن، يعني على 120 على 130 أنت حتقرر تبيع، ولو نزل السعر أكثر ممكن أنت تحكي أنا ممكن أتحمل لحد 80 أخسر 20 ألف وأبيع، ما حنتظر أكثر لحتى ينزل السعر. وهذا باختصار هو سوق الفوركس، عمليات بيع وشراء. طيب ما هي برأيك أفضل استراتيجية للتداول بسوق الفوركس؟ صراحة في يوجد الكثير من الاستراتيجيات، يوجد تحليل أساسي، تحليل فني، لكن ما يجهله المتداولين إنه هذه الاستراتيجيات فعليا لا تشكل أكثر من 15% من النجاح. يوجد الكثير من الاستراتيجيات الأخرى والأدوات المهمة، على سبيل المثال العامل النفسي، العامل النفسي يشكل نسبة كبيرة جدا بهذا السوق، خصوصا إنه إحنا بشر ونتأثر عند الخسارة، ممكن نحزن نزعل، أو حتى عند المكاسب ربما المحلية. يشكل العمل نفسي 90%. أنا أعتقد أنه يشكل نسبة كبيرة جدا، هو الفارق بين الناجح والغير ناجح بهذا المجال تحديدا هو العامل النفسي. طيب ما الاستراتيجيات الأخرى التي ذكرتها يعني عن العامل النفسي؟ ذكرت ما الذي تفضله، وأنت ذكرت التحليل الفني والتحليل الأساسي، كمحلل اقتصادي أي استراتيجية تفضل، التحليل الفني أو التحليل الأساسي أم الجمع بينهما؟ أنا شخصيا بفضل أجمع بينهم، لكن كمان مرة برجع بحكي إنهم لا يشكلوا أكثر من 15% من النجاح، وهذا للأسف اللي بيجهلوا كثير من المتداولين. هذا السبب، مثلا نسبة الناس اللي بتكسب بهذا المجال أو بمجال الفوركس مش كبيرة رغم إنه بسيط جدا السوق، لأنهم بيبحثوا عن القشور وبيتركوا الجوهر. إحنا لما بنحكي إنه العامل النفسي مهم، هاي خلال تجارب معينة بتأدي، والمتداول نفسه بيعرف إنه العامل النفسي مهم، لأنه بالنهاية لما أنت بتخسر صفقة بتصير بدك تعود هاي الصفقة، فممكن أنت تفتح حجمات أكثر اللي بسموها صفقة انتقامية، ممكن إنه أنت تعمل 3-4 صفقات ناجحة وبالتالي تصاب نوعا ما بالغرور، وبتبدأ أيضا بفتح عقود أكثر بدون ما تدرس مناطق الدخول إلى آخره. خصوصا إنه إحنا تعلمنا بالسنوات الأخيرة إنه لا يوجد استراتيجية ثابتة بهذا المجال، أنت بحاجة إنه أنت تكون مرن. الناجح هو من يكون مرن مع السوق، ما بياخد رأيه وبيحكي لا اليورو حينزل يعني حينزل وخلص، لا، ضروري جدا إنه أنت تكون مرن أكثر مع الأسواق. طيب هناك يعني من يتحدث، قبل أن نتحدث عن خطة العمل لكل متداول، يعني يتحدثون عن استراتيجية تداول محددة أو ثابتة، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ يعني كما ذكرت يجب المرونة في استراتيجية التداول. هذا السؤال جميل. على فكرة يمكن المتابعين بيعرفوا أنه أنا من أكثر الناس اللي أنا بشدد على موضوع مهم جدا. أنا ما عندي مشكلة بالمقاطع اللي يتم نشرها بأنه هاي الاستراتيجية لا تخسر، أو الشخص الذي يدعي بأنه يحول الألف إلى مليون ويتبعه ويشاهده الكثير، لكن أنا دائما أفضل أنه أي شخص بيدعي بأن هذه الاستراتيجية لا تخسر أو هاي الاستراتيجية الأحادية لا تخسر أن يقدم حساب مشاهدة للناس. حساب المشاهدة مثل زي ما احنا بنحكي يعني هو الدليل إما هاي الاستراتيجية ناجحة أو خاطئة. للأسف ما شفت أحد قدم حسابات مشاهدة أو نسبتهم قليلة جدا. طيب أنت تحدثت عن خطة العمل التي يجب أن يبتدأ بها المتداول في السوق، ما هي خطة العمل؟ يعني توضح لنا عن خطة العمل، كيف أبدأ
أنا خطة عمل عندما أتطاول في السوق. ممتاز ممتاز. خطة العمل أنا بعتبرها ركيزة أساسية إذا أنت حابب تستمر. البعض يعتقد إنه صفقة ولا صفقتين كسبت يعني أنا صرت ناجح وخلاص وأنا ملكت السوق وما عندي مشكلة. لا، خطة العمل مختلفة تماما. حتى أنت تعرف تكتب أو تسجل خطوات صحيحة بخطة العمل، ضروري أول شيء تحدد سبب دخولك الفوركس. يعني شخص دخل الفوركس، ليش دخل الفوركس؟ هل دخل الفوركس لأنه ما بحب العقارات أو لأنه ما بحب الأسهم؟ ضروري جدا أنه في سبب. هلأ كنا إحنا ندخل القطاع المالي أو الاستثمار بهدف عمل عوائد مستدامة من الأموال، لكن ضروري جدا أنه أنت تحدد هدفك من الدخول. هل أنت دخلت لأنه أنت بدك دخل إضافي أو دخلت لأنه أنت حابب تعمل استثمار؟ وللعلم هيك على الهامش، سوق الفوركس بالسنوات الأخيرة أصبح يشكل بيئة جاذبة جدا جدا للاستثمار. نتحدث عن استثمار بملايين الدولارات من أفراد وليس بنوك. لذلك سوق الفوركس يتمتع بميزات كثيرة غير موجودة بالأسواق الأخرى. لكن باختصار، خطة العمل أول شيء أو أول نقطة فيها ضروري أنه أنت تحدد سبب دخولك الفوركس. هل هو استثمار أو برأي أو دخل إضافي؟ دخل إضافي. بتحبي أوضح أكثر؟ نعم نعم، يا ريت أستاذ محمد توضح لنا أكثر. تعالي نأخذ مثال بسيط. عندنا عبد الله راتبه 1000 دولار، لكن عنده فواتير المياه والكهرباء وكل هاي التفاصيل، وزوجته شوي مغلبته فبكلفه المصروف الشهري مثلا 1200 دولار، فهو بحاجة إلى دخل إضافي آخر 200 دولار فوق راتبه اللي هو 1000 دولار. هذا دون أن نتحدث عن الادخار إلى آخره. وبالتالي إذا هو حدد إنه هو بده بين 200 مثلا إلى 300 دولار من هذا السوق شهريا، هون خطة العمل بتختلف، لأنه هو لازم يحدد وقت محدد للسحب الشهري إلى آخره. أو إن حسن اللي أخذ قرض، عنده قرض لتمويل البيت إلى آخره، هو بحاجة مبلغ معين مثلا شهريا. هذا بيختلف خطة العمل عنده عن أي شخص آخر، عن المستثمر على سبيل المثال. لأنه المستثمر حيسحب بشكل شهري، ممكن ربع سنوي وممكن حتى سنوي، لأنه المستثمر عنده ميزة مش موجودة عند أصحاب الدخل الإضافي اللي هي إعادة استثمار الأرباح، وهي ميزة مهمة جدا بمجال الفوركس. طيب يعني هلأ المتداول لو خسر أو ربح، نصيحة لمن يخسر أكثر مما يربح بالفوركس؟ خليني أحكي لك إنه ما في أرقام رسمية، لكن الكل أو المتعارف عليه بإنه نسبة الناس اللي بتخسر بمجال الفوركس للأسف تقريبا 90%. الأسباب تقريبا واحدة، يعني لو أنت بترجعي للأسباب، لأنه أنا دائما بقول إنه أنت تخسر مش نهاية العالم، كلنا بنخسر، ما في شخص دائما بيربح. لكن حتى أنت بالمرات القادمة ما تتعرض لنفس الخسارة، ضروري جدا إنه أنت تبحث عن الأسباب. مشكلتنا كمتداولين أو الغالبية من المتداولين دائما يبحث عن شماعة، ما بيحل الخطأ اللي هو يوقع فيه، اللي هو ما في إدارة رأس مال، طمع بالأسواق، حب يعمل صفقة انتقامية، تأثر بالكلام اللي بيكون بالسوشال ميديا. واللي احنا بنعرفه انه السوشال ميديا للأسف اليوم أغلب الإعلانات الموجودة فيها غير منطقية، اللي هي الأحلام الوردية وحط 1000 وحتاخذ 1000000 إلى آخره، تأثر بشكل أو بآخر بهاي الأمور. هذا كله أدى إلى أنه يفتح كمان مرة صفقات بحجم كبير إلى آخره. فدائما يحث عن شماعة، فبيقول لك والله المحلل كذا هو السبب، أو التغريدة كذا هي السبب، الأسواق هاي ما فيها أحد بيربح. لكن فعليا هو لو فكر بس شوي بينه وبين نفسه هيشوف أنه هو ارتكب خطأ. مشكلته أنه ما بيحل هذا الخطأ، يبحث عن شماعة ويحاول مرات عديدة، فدائما تكون النتيجة الخسارة. لكن أعتقد أن الطمع هو أيضا سبب رئيسي من الأسباب التي ذكرتها، بالفعل هي سبب الخسارة. صحيح، الطمع هو يعني هو كمان خلينا نحكي أداة من أدوات العامل النفسي، لأنه العامل النفسي في الطمع، في الصفقة الانتقامية، في الغرور أيضا، في الغرور صف شخص. طب متى تحصل؟ ذكرت الصفقة الانتقامية، ما هي يعني كيف يعني صفقة انتقامية؟ أنا بحكي لك صفقة انتقامية، شخص قرر إنه يبيع اليورو مقابل الدولار، فراحت الصفقة عكست عليه وخسر رصيده 10,000 دولار، خسر 2000 دولار. فيبدأ بينه وبين نفسه بيفكر إنه أنا إيش اللي عملته، أنا ارتكبت كذا وعامل نفسي، فيبدأ يبحث عن فرصة أخرى بشكل سريع بدون أن يدرسها، وبيفتح فيها عقود كبيرة من أجل أن يعوض خسارة 2000 دولار، فبيرجع بيخسر، وهكذا حتى يتلاشى رأس المال. هاي هي الصفقة الانتقامية. الصفقة الانتقامية بالعادة بتتم
بطريقة غير مدروسة بهدف التعويض لكن بدون دراسة، فبتكون النتيجة حتمية خسارة. طيب ماذا تقول من يقول إنه مخاطرة الفوركس مرتفعة أمام الأسواق الأخرى؟ هل الكلام صحيح إنه الفوركس المخاطرة لديه مرتفعة جدا؟ ممتاز ممتاز هذا السؤال، لأنه أنا هذا السؤال يمكن بالنقاشات الخاصة مع الزملاء يعني دائما ندخل بنقاش في هذا الموضوع. أنا وجهة نظري أن الفوركس مثله مثل أي استثمار آخر أو مثل أي قطاع آخر، من يحدد المخاطرة هو المستثمر، هو المتداول. يعني على سبيل المثال بدي أعطيك دراسة جميلة أنا دائما بحكيها، عملوا دراسة بسيطة عن الحوادث اللي بتصير من خلال السيارة، واكتشفوا أنه مهما حاولوا أنهم يجددوا أو يطوروا بالسيارات بوسائل الأمان إلى آخره، ممكن أنه الشخص تقل نسبة إصابته لكن نسبة الحوادث لم تقل. فوصلوا بالنتيجة أنه حتى أنا أقل نسبة الحوادث ضروري أنه أنا أشتغل على وعي السائق نفسه، على وعي من يقود السيارة نفسه. وهذا نفس الشيء بالفوركس. ربما أحد أهم ميزات الفوركس ربما على الإطلاق سهولته. أنا اليوم بإمكاني أنه أنا أدخل على شركة إيكوتي أفتح حساب أرسل الوثائق وأعمل إيداع بالمبلغ اللي أنا بختاره بألف ألفين بثلاث ألاف، سهل جدا. إحنا بنحكي عن عملية يمكن بساعة تنتهي. سهولته هذه أيضا هي سيفة واحدة، لأنه سهولة فتح الصفقات بدون دراسة ستؤدي أيضا لخسائر. فالخلاصة أنه الفوركس مثله مثل أي سوق آخر، من يحدد المخاطرة هو المتداول. طيب يعني كيف بنزيد الوعي؟ أنت ذكرت الوعي صحيح، الوعي لدى المتداول والمتداول بالفوركس، كيف بنزيد الوعي لديه؟ من خلال توضيح المخاطر المترتبة على ذلك، من خلال توضيح المخاطر المترتبة على فتح صفقة بدون دراسة، من خلال توضيح المخاطر المترتبة على عدم الالتزام بإدارة رأس المال، من خلال توضيح المخاطر المترتبة على الأشخاص الذين يدعون إنه يعني أنا بعرف أو شفت أحدهم بعت لي صورة لأحد الأشخاص بيقول إنه باليوم أنا بعمل ثلاث تدبيلات، يعني بدبل الألف بتصير ألفين، ألفين باليوم، يعني على الفطور والغداء والعشاء، شيء غير منطقي، شيء يعني حتى احنا لما يمكن المتداول نفسه وبينه وبين نفسه عارف انه هذا الشيء غير منطقي. فاحنا لازم ضروري نشتغل على وعي المتداول. المتداول بحاجه الى وعي بطريقه اداره راس المال، طريقه فتح الصفقات، طريقه اختيار حجم العقود، كل هاي التفاصيل لو احنا قدرنا انه احنا نشتغل على وعي المتداول حيكون عندنا نخبه المتداولين. طيب أنا كشخص موجود بالسوق المحلي، ذكرنا في المقدمة أنه الناس بيعرفوا كثير عن معلومات عن السوق المحلية وبيفضلوا التداول بالسوق المحلية، أي شخص تسأله يفضل دائما التداول فيها السوق المحلي. أنت برأيك هل تنصحني مثلا أنا بالتوجه إلى سوق الفوركس بدلا من السوق المحلية؟ بكل صراحة وبكل حيادية نعم، أنا أنصحك أنه أنت تتوجهي للفوركس وأن تترك السوق المحلي لأسباب كثيرة. قد يكون أهم هاي الأسباب رفع المالية، رفع المالية غير متوفرة بالسوق المحلي، وبالتالي أنت أو أي شخص آخر بده يتداول بالسوق المحلي وبحاجة لرأس مال كبير نوعا ما مقارنة بالفوركس. يعني بالسعودية أعتقد أقل مبلغ 100,000 ريال إلا 10,000 بده يعمل اكتتاب إلى آخره. أيضا الدول الأخرى نفس الشيء، كمان ما عندك ميزة الرافعة المالية. الرافعة المالية مهمة لأنه بالفوركس أنت الألف برافعة مالية واحد على 200، الألف حتكون 200,000 وبالتالي ستتيح لك فرص دخول أكثر. إضافة إلى السيولة، إحنا لما بنحكي سوق عالمي 6-7 تريليون دولار يوميا، إذا إحنا بنحكي عن سيولة عالية جدا، في دائما حركة، وهذا بيعني إنه دائما في فرص، اللي بيعني إنه نسبة تحقيق عائد مستدام أو أرباح أعلى بكثير من السوق المحلي. وطبعا كل ما زادت نسبة الأرباح أيضا زادت المخاطرة، ضروري أنه إحنا نعرف أنه هاي العلاقة طردية. لكن لا يزال من وجهة نظري من خلال سنوات بهذا المجال أنا أعتقد بأن الفوركس أفضل بكثير من الأسواق المحلية. نعم هو أفضل، ولكن هناك من يفضل، لكل متداول وجهة نظره. ويعني أيضا الأسواق الأسهم المحلية لديها ربحها وأيضا صحيح. أقل خسارة، ربما الفوركس هو يمكن أكثر ربحا وأكثر بكثير مخاطرة. بكثير نتحدث عن أرباح بكثير، يعني مش بس يعني أنا عندي أصدقاء بالأسواق المحلية يمكن
لو عملوا شهريا 1.5 ل 2% هذا كان يوم السعد يعني او شهر السعد عنده. من يفضل التداول كذلك يعني من يفضل 1 ل 2% ايضا التداول في اسواق يعني يعتمد على راس المال. صحيح يعتمد على راس المال يعني اللي عنده مليون ممتاز بالنسبه له 1%، لكن الفرص مختلف وطبعا المخاطر بتكون ايضا مختلفه. نعم. طيب نتحدث عن الأدوات، يعني برأيك ما هي الأدوات وكيف يحصل عليها المتداول من أجل أن ينجح؟ ممتاز. أنا راح حتى أوضح الموضوع بشكل بسيط. إحنا حنطرح مثال وعلى أساس المتداول لوحده حيعرف عن أي شخص أنا بتحدث. لو حكينا أنه عندنا شخصين، عندنا حسن وعندنا عبد الله، فلو حكينا أنه حسن قرر أنه يقطع الشارع مغمض العينين، مش عم بسمع، مش منتبه للإشارة بسرعة معينة، نسبة وصوله للجهة المقابلة حتكون منخفضة جدا. يعني حتى لو وصل للجهة المقابلة البعض حيسميها بالمعجزة يعني، لأنه لم يتمتع بأدوات معينة. بينما عبد الله انتبه للإشارة، شاف، استخدم أداة الرؤية، أداة السمع، خطواته كانت واثقة، بالتالي نسبة نجاحه عالية جدا في الوصول إلى الجهة المقابلة. نفس الشيء المتداول، المتداول لو ما استخدم أدوات معينة صعب جدا أنه يوصل إلى النجاح اللي هو سبب دخوله هذا المجال. أهم هذه الأدوات التحكم العامل النفسي. إحنا حكينا أنه العامل النفسي مهم جدا جدا. أنا دائما أتحدث عن العامل النفسي لأنه العامل النفسي هو من يقرر نجاح بهذا المجال. العامل النفسي له أسباب كثيرة، كلنا نتأثر، إحنا بشر يعني، إحنا عندنا أحاسيس، وبالتالي اللي ما بيقدر يتحكم بالعامل النفسي صعب جدا أنه يستمر. أيضا أداة مثل وقف الخسارة، إدارة رأس المال، هاي كلها أدوات مهمة للي بحب أنه يستمر أكثر بهذا المجال. طيب، يعني العامل النفسي يظهر أنه هو العامل الرئيسي إضافة إلى وقف الخسارة وأيضا أدوات أخرى. طيب، هل يمكن أن يكون برأيك الفوركس مكانا بالفعل استثمار حقيقي كبير أم فقط هو دخل إضافي؟ كمان مرة، أنا يمكن عديت على هاي المعلومة، بالسنوات الأخيرة الفوركس أصبح بيئة خصبة وجاذب رئيسي لاستثمارات كبيرة. أنا لا أتحدث عن استثمار ب10,000 ولا 100,000، أنا أتحدث عن استثمارات بالملايين. طبيعة الفوركس إنه لا مركزي، صراحة ميزاته يعني أعلى بكثير من أي سوق آخر، وبالتالي يمكن الاستثمار بهذا المجال ويمكن تحقيق مكاسب بأقل مخاطر ممكنة. طيب محمد، المعروف بالفوركس دائما هو التداول للبنوك والشركات الكبرى والأغنياء والأثرياء، لكن هذه المقولة ربما تكون خاطئة، فنحن نستطيع التداول أيضا بالفوركس بمبالغ بسيطة إلى متوسطة. ما رأيك بهذا الكلام؟ وهل فعلا توجد استراتيجية معينة للتداول؟ جميل. أولا، الأفراد بإمكانهم دائما أنهم يتداولوا، والمبلغ اللي بدهم إياه يمكن يبدأ ب1000 ويمكن يدخل ب1,000,000. ما في أحد بيحط ليميت معين أو بيحط شروط معينة، بالنهاية هو اللي بيختار رأس ماله. فبالعادة المتداول بإمكانه يختار المبلغ اللي بده إياه. يعني يختلف عن أي استثمار آخر في السوق؟ طبعا طبعا. يعني على سبيل المثال، أنا لدي صديق معروف يمكن بسوق العقارات، لو سنويا عمل له بين 15 ل 20%، بالنسبة له هذا كان ممتاز. إحنا بنعرف إنه الآن حتى سوق العقارات في ركود نوعا ما، كل الشرق الأوسط، العالم كله، وبالتالي الفوركس ممكن انه انت تحقق 20% سنويا بشكل بسيط، بشكل سهل جدا وبادوات سهله وبدون اي مخاطره، ويعني بمخاطره منخفضه لانه المخاطره دائما موجوده. طالما انت فتحت حساب بهذا السوق اذا انت تقبلت هذه المخاطره، فالمخاطره دائما موجوده. لكن الوعي الخاص بالمخاطره هون اللي بيختلف. البعض مش ما بيفهم شو يعني مخاطره او مش واضحه له، هو يعتقد انه مخاطره يعني هو حجم الصفقه. انا لو اخترت حجم صفقه معين اذا انا اخترت مخاطره، وهذا غير صحيح لانه في امور كثيره يترتب عليها. فبالتأكيد الفوركس سوق ضخم وجاذب للاستثمارات. يعني ذكرت إدارة المخاطر، طبعا إدارة المخاطر تعتبر مهمة جدا. إلى أي حد برأيك يجب المتداول الذي لديه أموال صغيرة أو متوسطة أن يهتم ويتعلم عن إدارة المخاطر؟ إلى أي مدى تشكل أهمية؟ لها مدى كبير جدا. إدارة المخاطر من أهم الأدوات اللي بحاجة المتداول إنه يستخدمها. تخيل إنه شخص عنده شركة بده يعمل هاي الشركة بدون ما أن يدرس الأسواق، بدون وجود دراسة جدوى، بدون أن يدرس المخاطر المترتبة على هذا المشروع، حتقلل نسبة نجاحه. نفس الشيء، أنا بتمنى إنه كل متداول بغض النظر عن المبلغ
كل متداول بيدخل هذا السوق يعتبر انه هذا البزنس الخاص فيه، هذا المشروع الخاص فيه، وعلى اساسه يبدا بدراسه كل هاي الامور، اداره المخاطر، وضع هدف. كمان مره لما احنا بنحط خطه وبنحط هدف يومي لانك متداولي، على سبيل المثال يعني، بس نرجع للعامل نفسه نفهم انه قديش هذا العامل مؤثر. عندي شخص مثلا فتح 3-4 صفقات باليوم، حققت له ارباح معينه، لم يكتفي، بده كمان وكمان وكمان. السبب ليش؟ ما عنده خطه، هو مش حاطط هدف انه انا بدي باليوم 30 نقطه و40 نقطه من هذا السوق وساكتفي. لذلك بتشوفي دائما امام الشاشه 24-24 منعزل، وبالنهايه المحصله مره مرتين، لكن المحصله بالنهايه حتؤدي الى خساره. خطه العمل مهمه، انه انت لما بدك تعمل خطه عمل حط هدف يومي لك، هدف اسبوعي لك، هدف شهري، هدف سنوي، قصير متوسط وطويل الامد، وعلى اساسه حتشوف ان الامور اسهل بكثير. هاي الادوات حتسهل عليك التداول. احنا ما بنحكي انه هي بتضمن لك النجاح، لانه بالنهايه ما احنا مش ممكن نضمن انه احنا حنعيش لبكره، لكن على الاقل بتقلل من نسبه المخاطره وحترفع من نسبه النجاح. طب برايك الاستثمار طويل الاجل افضل من الاستثمار قصير الاجل؟ والله والله يعتمد، يعني يمكن مخاطرته اقل. طويل الاجل مخاطرته دائما بتكون اقل من قصير الاجل، لانه قصير الاجل بالعاده هو بده ارباح معينه، ارقام معينه، وبالتالي في مخاطره ومتابعة اكثر. بالضبط بالضبط. طبعا الادوات اللي بيحتاجها بقصير الاجل اكثر واصعب من طويل الاجل، لانه طويل الامد ما عنده مشكله لو فتح صفقه وضلت شهر او شهرين، ما عنده مشكله، لانه هو بالنهايه ما عنده موعد شهري محدد لازم يسحب الارباح، وبالتالي دائما بيكون اسهل والمخاطرة بتكون أقل بكثير طويل الأجل. طيب محمد، كلمة أخيرة للمتابعين، شو بتنصحهم؟ والله يمكن يعني اللي متابعيني عارفين أنه أنا دائما بحاول أنه أنا أقدم نصائح من واقع خبرة ومن واقع تجربة. أنا دائما أنصح المتداولين أنه إياك أنه أنت تبحث عن شماعة حتى تعلق عليها فشل صفقة معينة أو خسارة. أنا وجهة نظري التزم بخطتك، التزم بخطة العمل الموجودة عندك، لا تتأثر بالكلام الخارجي، ما تصدق هاي الإشاعات اللي الألف بدها تصير مليون، خليك منطقي، ضع خطط منطقية حتوصل مرة مرتين ثلاثة، صدقني إنك حتوصل. نعم أكيد نعم، يعني ربما الفوركس هو عالم يحتاج أكثر من حلقة ولتغطيه كل مجالات الفوركس. قد تحدثنا عن الفوركس ومزايا الفوركس وأيضا استراتيجية التداول بالفوركس. محمد السلمان المحلل الاقتصادي، أشكرك جزيل الشكر وعلى إثرائك بهذه المعلومات القيمة عن الفوركس وأهمية الفوركس. مشاهدينا نكون بذلك قد وصلنا إلى ختام برنامج إكويتي سبوتلايت. تحية لكم وإلى اللقاء مشاهدينا.